بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته المسماه حقيقة الصيام والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، هذا ذكره المؤلف على وجه الاستطراد. نعم. ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادة إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. طيب، هذا المقطع من كلامه رحمه الله ذكرت أنه استطراد فيما يتعلق بالجماع، قال والمجامع الناسي أي الذي وقع منه الجماع ناسيا صيامه، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ثم قال ويذكر ثلاث روايات عنه. هناك فرق بين القول والرواية، الرواية هي المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، أما القول في المذهب فإنه قد يكون عن الإمام أحمد، وقد يكون تخريجا على قول له، وقد يكون تفريعا وتخريجا وبناء على أصول الإمام أحمد وإن لم يتكلم بتلك المسألة. فالقول أعم من الرواية، القول أعم من الرواية، لأن الرواية لا تكون إلا عن الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك المؤلف قال والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أي من أهل العلم. قال ويذكر ثلاث روايات عنه، يعني هذه الأقوال تذكر ثلاث روايات عن الإمام أحمد أي منقولة عنه رحمه الله، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، ليس عليه القضاء وليس عليه الكفارة. قال وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، يعني من الفقهاء وأهل العلم من التابعين ومن بعدهم. قال والثانية عليه القضاء بلا كفارة، عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، وهذا مبني على قاعدة عند الإمام مالك أن النسيان يسقط الإثم لكن لا يسقط القضاء، فمن أفطر وهو ناس بأي مفطر من المفطرات فإنه لم يعد صائما، بطل صيام ذلك اليوم، يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. لماذا؟ قال لأن الصيام هو الإمساك، وهنا لم يبقى إمساك لما وقع المفطر، لم يبقى إمساك لما وقع المفطر، فلا بد من قضاء، لكن لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه لم يرتكب إثما وذنبا يوجب الكفارة، وهذه قاعدة الإمام مالك أنه من أفطر ناسيا وجب عليه القضاء، والجمهور على خلاف هذا، على خلافه في مسألة وجوب القضاء، حيث قالوا لا يجب القضاء لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث دال على أن صومه باق لقول فليتم صومه، ثم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، دل ذلك على أنه لا يؤاخذ بهذا، إذ إنه أضاف الفعل إلى الله ولم يضفه إلى الآكل والشارب. من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فدل الحديث على أن صومه باق حيث قال فليتم صومه، والثاني
دل على عدم المؤاخذة لأمره بالإتمام ولإضافة الفعل إلى غير فاعله، حيث قال فإنما أطعمه الله وسقاه فرفع عنه المؤاخذة والإثم. قال رحمه الله، والثالثة أي القول الثالث في الرواية الثالثة، وهو القول الثالث في المسألة في مسألة المجامع الناسي، عليه الأمران، يعني عليه القضاء وعليه الكفارة، وهو المشهور عن أحمد، المشهور في مذهب أحمد رحمه الله. ووجه ذلك قالوا إن النسيان لا يتصور في حال المجامع، لأن الجماع ليس كالأكل يبغث الإنسان ويأخذه على حين غفلة، إنما الجماع له مقدمات وله أحوال يبعد معها النسيان، ولذلك لم يعذروا في النسيان، لم يعذروا في الجماع بالنسيان، لم يعذروا في الجماع بالنسيان، وعذروا في النسيان في حال الأكل وفي حال الشرب. ثم قالوا إنه قد ورد النص في الأكل والشرب، من أكل أو شرب وهو ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه، فورد النص في الإطعام في الشراب والطعام، فيقصر الحكم عليه دون غيره من المفطرات. هكذا قال أحمد في الرواية الثالثة، وهو مذهب الحنابلة، والأول أظهر أي قول الجمهور، وهو أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. يقول كما قد بسط في موضعه فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا أي ممنوعا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، مخطئا أي من غير قصد، وناسيا أي مع عدم ذكر. قال رحمه الله وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، أي من فعل شيئا حال الخطأ أو حال النسيان فهو بمنزلة من لم يفعل، أي لا يترتب على هذا مؤاخذة من حيث الإثم ولا من حيث فساد العبادة بهذا المحظور. قال وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، فلا يكون عليه إثم، هذا واحد، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا انتفع عنه وصف العصيان، ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به، يعني تبرأ ذمته، ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته. إذا رتب المؤلف ثلاثة أمور: الأمر الأول أن من فعل محظورا ناسيا أو مخطئا فهو بمنزلة من لم يفعل، فما الذي يترتب على من على هذا؟ أنه لا إثم. اثنين، أنه لا يكون عاصيا. ثلاثة، أنه تبرأ ذمته من بهذا الفعل فلا يطالب بالإعادة، ولذلك قال ومثل هذا لا يبطل عبادته، ومعنى أنه لا يبطل عبادته وأنه صحيح أنها وقعت صحيحة، وإذا وقعت العبادة صحيحة فمقتضى ذلك إيش يا أخواني؟ براءة ذمة العابد، براءة ذمة الفاعل، لأن الصحة في العبادات هي براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، هذا معنى الصحة في العبادة، أنه تبرأ ذمة من فعلها ويسقط عنه المطالبة. لكن لو قلنا إن العبادة فاسدة، معنى هذا إيش؟ إيش معنى هذا؟ أن الذمة لم تبرأ وأنه لم يسقط عنه الطلب. طلب إيش؟ يعني طلب الفعل، طلب العبادة التي كلف بها. كلام واضح يا إخوان ولا لا؟ طيب، يقول رحمه الله إنما يبطل العبادات إذا إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. ثم قال وطرد ذلك أي وإجراء القول وقياسه في بقية العبادات، وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، محظورات الإحرام، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي رحمه الله. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الكفارة، هل تثبت الكفارة في حال الناس النسيان أو لا؟ قال وأما الكفارة، قال رحمه الله وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ
فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفس كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. طيب، يقول رحمه الله: وأما الكفارة والفدية، يعني ترتب الكفارة على فعل الناس أو المخطئ، ترتب الكفارة أي وجوب الكفارة في من فعل محظورا ناسيا أو مخطئا، يقول فتلك وجبت. يعني ما الذي سوغ إسقاط الإثم وتصحيح العبادة مع المطالبة بالكفارة أو الفدية في فعل المحظور؟ قال فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، فهو من باب الضمانات، فهو من باب ضمان المتلفات. مثاله: لو أن إنسانا يمشي في طريقه من غير تعدي ولا تفريط أتلف مال أحد من الناس من غير تعدي ولا تفريط، لأن صدم السيارة أو أفسد مالا، في هذه الحال هل يضمن أو لا يضمن؟ هل هو آثم أو غير آثم؟ أول المسألة، هل هو آثم أو غير آثم؟ غير آثم. هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن هذا من باب ضمان المتلفات، لا يفرق في ضمان المتلفات بين الحامد وغيره، بين الناس الذاكر أو الناس، بل ضمان المتلفات ثابت على كل حال. ولهذا يقول المؤلف: أما الكفارة على القول بوجوبها في حال النسيان في محظورات الإحرام، والفدية قال فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ، إذا وجب على الناس فيما إذا صاد والمخطئ فيما إذا صاد، فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة واجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. يقول رحمه الله: وأما سائر المحظورات، يعني بقية المحظورات التي ليس فيها إتلاف، المحظورات محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين: ما يتضمن إتلافا وما لا يتضمن إتلافا، فما تضمن إتلاف يجب فيه البدل أو الكفارة، وأما ما لا يتضمن إتلافا فإنه لا يجب فيه بدل ولا كفارة. ولذلك قال: وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، يعني ليست من باب الإتلاف حتى تضمن. قال: وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفت كالطيب واللباس، ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظور ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل، يعني الواجب فيها إما إطعام، إما إطعام ففدية من طعام، ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. قال: فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، إلا الصيد فقط هو الذي يجب فيه الجزاء، لأن الله تعالى لم يفرق بين المتعمد وغيره، وهو من باب ضمان المتفات. هذا على أحد قولي العلماء. يقول شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا المقطع، يقول: ظاهر كلام الشيخ أنه يجب فدية الجزاء، يعني ولو كان ناسيا أو مخطئا. يقول الشيخ: لكن نقل الفقهاء عنه، لا سيما تلميذه، أي نقل الفقهاء عن شيخ الإسلام رحمه الله، لا سيما تلميذه ابن مفلح، أنه لا يجب الجزاء، يعني في حال ما إذا أتلف المحرم صيدا فإنه لا يجب الجزاء إلا إذا كان متعمدا، لقوله تعالى: فمن قتله متعمدا، وهذا يخرج من قتله ناسيا أو مخطئا. قال: وهذا هو الصحيح، ولا يقاس على حق الآدمي، لأنه إنما حرم قتل الصيد لحق الله تعالى فلا قياس على ذلك.
هذا ما علقه شيخنا رحمه الله على هذا الموضع. ومن هذا نفهم أن لشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الكفارة والفدية في جزاء الصيد قولان. من هذا نفهم أن له قولين. القول الأول أنه يجب على المخطئ والناس الجزاء، والقول الثاني الذي نقله عنه تلميذه ابن مفلح أنه لا جزاء عليه وهو أقرب إلى الصواب. القول الثاني هو الأقرب للصواب لأنه الأطرد في القاعدة، والله تعالى قد علق وجوب الجزاء على قتل الصيد متعمدا. طبعا نحن الآن خرجنا عن موضوع الصيام، الذي أخرجنا هو استطراد الشيخ رحمه الله. يشير الشيخ إلى أقوال الناس في ذلك، يقول وللناس فيه أقوال. نعم. قال رحمه الله وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني أحدها إيش؟ أنه لا إثم مع إيش؟ مع ضمان الجزاء، مع وجوب الجزاء، هذا أحدها. الثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه. والثالثة يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى، وهذا هو الراجح، وهو الذي حكاه عنه تلميذه ابن مفلح. نعم. وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ كمالك. وقال طيب الآن البحث، عاد المؤلف رحمه الله إلى مسألة بحث محظورة ما يتعلق بالمفطرات ومفسدات الصيام، فذكر أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، هذا طرد القاعدة في مسألة النسيان والجهل والخطأ. قال وهو قول طائفة من السلف. عندنا الآن نستفيد من هذا أن من شروط الفطر بالمفطرات أن يكون عن علم، عن ذكر، وعن قصد واختيار، لأن قوله جامع ناسيا خرج به من جامع ذاكرا، وقوله مخطئا خرج به القاصد المختار. قال فلا قضى عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف. وجميع المفطرات لا تؤثر على الراجح من أقوال أهل العلم إذا وقعت في حال النسيان أو في حال الخطأ أو في حال الجهل، يعني لا بد للفطر في المفطرات من أن يكون قد فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فات وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا يؤثر ذلك في صحة الصوم على الراجح من قولي أهل العلم. سيأتي الإشارة إلى الأقوال في هذا. قال ومنهم من يفطر الناس والمخطئ، من يفطر الناس والمخطئ كمالك. ووجه ذلك ذكرناه قبل قليل، لماذا يفطر مالك الناس والمخطئ؟ لأن الصيام حقيقته إيش؟ الإمساك، ومع وجود الفطر لم يبقى إمساك، مع وجود الفطر انتفت الحقيقة لم يبقى إمساك، وعليه فلا بد له من القضاء حتى يتحقق له الصيام. ولكن الجمهور على خلاف هذا، وذلك أنه إذا أكل أو شرب في حال هو فيها معذور بالنسيان أو الخطأ فإن الله تعالى قد تجاوز عنه وحط عنه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب. وقال أبو حنيفة، قال رحمه الله وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناشي. هذا هو القياس إيش هذا هو القياس؟ يشير إلى أي شيء؟ هذا اسم إشارة لأي شيء؟
إلى قول مالك وهو الفطر في حال النسيان والخطأ. هذا هو القياس، يعني هذا هو طرد القاعدة. نعم، لكن خالفه لحديث أبي هريرة فجعل الحديث على خلاف القياس. نعم. ومنهم من قال لا يفطر الناشي ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناشي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس. التفريق بين إيش؟ بين النسيان والخطأ، بين الناسي والمخطئ. يقول هذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس، يعني التحرز عن النسيان أسهل من الخطأ. هذا معنى قوله والأمر بالعكس، يعني جعل التحرز من النسيان أيسر وأسهل من التحرز عن الخطأ. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.